بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الأخير من الهند برين اللي هو السيريبيلم، واللي هو يعتبر largest part of the hind brain. لاحظوا هذا الهند برين اللي ذكرنا أنه هو ميدولا أوبلينجاتا والبونز، وخلفهم يصير السيريبيلم، posterior to them السيريبيلم. طبعا بين السيريبيلم وبين الميدولا أوبلينجاتا والبونز موجود عندنا الفورث فينتريكل. الفورث فينتريكل نلاحظ انه هو يقع بالبوستيريور كرانيال فوسا وانفيريور تو سيريبرام. انفيريور تو سيريبرام ذكرنا انه هو يتغلف بالدورا ماتر والاركنود والبايا ماتر، وذكرنا انه هذه الدورا ماتر تنزل من السيريبرام وتغلف السيريبيلم. وذكرنا انه اكو موجود تو فولد تخصص السيريبيلم اللي هي التينتوريال سيريبيلي اللي تفصل هذا السيريبرال هيمسفير، تفصل ان الانفيريور سيرفيس عن السوبيريور سيرفيس مع السيريبيلم. وايضا عندنا الفالكس سيريبيلي اللي تفصل بين التو سيريبيلر هيمسفير. هذا السيريبيلم شوف موقعه هوني بالبوستيريور كرانيال فوسا تحت السيريبرال هيمسفير. لو اخذنا فصلنانه من السيريبرام نشوف انه هو عنده تو سيرفيس، السوبيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس. اول شيء هو يتكون من تو هيمسفير، رايت وليفت هيمسفير، يعني حاله حال السيريبرام ايضا بينه تو هيمسفير يعني فصين، وهذول التو هيمسفير كونكتد توجذر باي نارو ميديان بارت اللي هو نسمينه الفيرمس. هذا الفيرمس وهاي السيريبرال هيمسفير رايت وليفت. السيريبرال هيمسفير اوف ذا سيريبيلم، السيريبيلر هيمسفير، نلاحظ انه بها سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس. يعني ايش نقصد بالسوبيريور سيرفيس؟ يعني هذا السوبيريور سيرفيس اللي هو تحت السيريبرام، والانفيريور سيرفيس اللي من الاسفل، تمام. ومن الانتيريور موجود البونز والميدولا، ومن البوستيريور موجود البون مال الكرانيوم، يعني البوستيريور كرانيال فوسا. فاذا نحن اللي يهمنا البوستيريور والسوبيريور والانفيريور سيرفيس. نلاحظ انه هذا بين السوبيريور والانفيريور سيرفيس عندنا فت فيشر او سلكس او جروف يفصل السوبيريور من الانفيريور سيرفيس. لاحظ هذا فصلنانه، شلنا السيريبيلم فصلنانه من السيريبرال هيمسفير. لاحظ انه هذه السوبيريور سيرفيس وهذا الاسفل الانفيريور سيرفيس وهذا الفيرمس. نلاحظ هذا الفيشر الديب فيشر اللي يفصل السوبيريور سيرفيس عن الانفيريور سيرفيس. السيريبيلم بينه 3 فيشر، الهوريزنتال واحد منهم، لكن الهوريزنتال ما بينه يعني ما عنده يفصل مثلا لوب اوف ذا سيريبيلم، فقط انه وظيفته انه يفصل السوبيريور عن الانفيريور سيرفيس. Another fissure present which is the important one اللي هو موجود على superior surface، يعني احنا ما راح نشوفه يعني يكون متغطى بال inferior surface of the cerebrum. هذا الفيشر هو ال primary fissure او الفيشر primer، هذا الفيشر primer. هذا الفيشر راح يقسم لي ال cerebellum الى two loops او يفصل بين two loops of the cerebellum. امامه الانتيريور لوب، وخلفه اللي يمتد من السوبيريور سيرفيس ويشمل الانفيريور سيرفيس كله، هذا اللوب كله اسمينه الميدل او اسمينه البوستيريور لوب. فاذا الفيشر برايما يفصل لي الانتيريور لوب والميدل اور البوستيريور لوب. بمعنى اخر انه احنا عندنا الفيشر برايما والانتيريور لوب هذا كومبليتلي يكون تحت under the inferior surface of the cerebrum، فهيدن يكون هيدن، يعني احنا ما نشوفه الا نشيل السيريبرام هيمسفير يلا نشوف
الفيشر برايما والانتيريور انتيريور لوب، بينما البوستيرير قسم منه راح يكون هيدن، والباقي اللي هو الانفيرير ممكن انه يبين بالانفيرير سيرفيس اللي راح يكون، لانه راح يكون الانفيرير سيرفيس اوف ذا سيريبيلم. فاذا عندنا صاعدنا الفيشر برايما والهوريزنتال فيشر. الفيشر الثالث اللي موجود بالسيريبيلم واللي نشوفه فقط بالانفيرير سيرفيس وهو سمول فيشر نسمينه posterolateral أو أسمينه uvulonodular fissure. هذا الفشر يقسم أيضا الانفيرير سيرفيس إلى two lobe أو يفصل بين two lobe اللي هي هذه follicular part وهذه nodular part of the vermis. هذا الفيرمس اللي قلنا يصل بين two cerebellar hemisphere. فإذا هو يفصل بين هذا اللوب الصغير اللي الصغير اللي نسمينه follicular loop وبين posterior loop. فإذا بمختصر الكلام أنه cerebellum contain three loop. الفشر الأول أو السلكس الأول هو الفشر برايما يكون موجود على superior surface ويفصل بين anterior والميدل أو posterior loop. الفشر الثاني هو الهوريزنتال اللي موجود يكون على اللاترال بوردر اوف ذا سيريبيلم ويفصل بين السوبيريور والانفيريور سيرفيس. الفشر الثالث هو الموجود على الانفيريور سيرفيس اوف سيريبيلم ونسمينه بوستيرولاترال او يوفيولو نودولار لوب ويفصل بين الفولكيولو نودولار لوب وبين البوستيرير لوب. فاذا اللوب اوف ذا سيريبيلم هي anterior, posterior أو أسمينه middle والfolliculonodular loop. الفشر فشر برايما horizontal والposterolateral أو أسمينه uvulonodular fissure. هذه اللوب هي anatomical loop. anatomical loop طبعا لكل لوب من هذه function و function معين، ولهذا لها تقسيم آخر هو الفانكشنال لوب، بس ما راح أعطيكم هو حتى لا تخربطون. أنا اللي أريد من عندكم أن تعرفون الفشر والأناتوميكال لوب اللي موجودي بالسيريبيلم. هذا السوبيرير سيرفيس موجود علينه السوبيرير فيرمس والفشر برايما وأنتيرير لوب وقسم من البوستيرير لوب، بينما الانفيرير سيرفيس موجود علينا ايضا انفيرير سيرفيس اوف ذا فيرمس وموجود الفولوكيولونودولار لوب وموجود البوستيرير لوب. اوكي، هذه صوره اخرى تبين عندنا الفيشر واللوب اوف ذا سيريبيلم. نلاحظ انه هذا مقطع طولي يعني يبين السيريبيلم والبونس والميدولا اوبلينجاتا. شوفون نشوف انه هذا هاي anteriorly وهذا posterior وهذا superior surface. المفروض هوني موجود السيريبرم هيمسفير مشولي وتحت هوني البون اللي هو posterior cranial fossa. فنشوف انه هذا الفيشر برايما وهذا الانتيرير لوب وهذا كل هذا posterior لوب. بالانفيرير سيرفيس عندنا هذا الفيشر الصغير اللي هو البوستيرولاترال أو سمينه اليوفيولونودولار وهذا الفوليكيولونودولار لوب. زين، لو أخذنا مقطع داخل السيريبيلم نلاحظ أنه السيريبيلم يتكون من منطقة عميقة نسميها الجري ماتر ومنطقة كشفي نسميها الوايت ماتر. الجري ماتر هي عبارة، هي تشوفون أنه هي موجودة يعني بالخارج بالكورتكس، تكون الكورتكس، بينما الوايت ماتر موجودة بالداخل فإذا تكون الميدولا أوف ذا سيريبيلر هيمسفير. الجري ماتر مثل ما ذكرنا بالمحاضرة الأولى أنه الجري ماتر هي عبارة عن الكوليكشن أوف ذا نيورون بادي، السيل بادي أوف ذا نيورون مع البروكسيمال بارت أو اللي هو الانمايلينيتد بارت أوف ذا أكسن مع النيوروجيليا والبلود فيزلز، بينما الوايت ماترز هي عبارة عن كوليكشن أوف ذا نيرف فايبر ما بيها سيل بادي، ولهذا هذه تكون عميقة لأن بيها السيل بادي والسيل بادي بينه نيوكليوس بينه نسل بادي،
فتاخذ اللون العام.